كده كانت وبعد كده بس هي النقطه يا كابتن، انا كواحد من ولاد النادي يعني اطلع اتكلم في المشكله ولا كنت يعني اخرج بهدوء؟ لا انا كنت ما يعني انت لازم لازم مشكلة. تعلن السبب مع الناس هتقول لك يعني ما اكيد الكابتن اسامه نبيه مدرب عام وليش كان في سبب قبل كده واحنا كنا بنتكلم فيه ان كارترون واسامه هو كان عايز يمشي قبل كده من فتره بالنسبه لهم كانت في بعض الامور اللي ممكن كانت غير مريحه بالنسبه للتعامل مع بعض. ما هو انت في لجنه مؤقته جت جديده لا اصبر استحمل لحد ما نعدي الازمه والراجل استحمل وصبر وقعد لكن خلاص بقى انا عملت الانجاز انا محتاج المكافاه بتاعتي محتاج المرتب بتاعي استنى شويه طيب لحد امتى؟ ايوه يعني ما مش باين لها يا فاروق. وبعدين عايز اقول لك على حاجه، هو الزمالك ما كانش فيه عنده مشاكل، هو النهارده فين الفلوس اللي فين الزمالك؟ فين الصفقات؟ فين عقد الرعايه؟ هل الزمالك ما فيش فلوس؟ يعني ما دي برضه مشكله كبيره جدا. فانت محتاج ان انت اي مدير، وعلى فكره اي مدرب عام هيجي برضه نفس الطريقه، ممكن ما يكملش. على فكره وانت ما تستبعدش ان ممكن كالترون يهرب. لانه برضه لو حس بالمشاكل الكتيره جدا، الاجانب ما بيحبوش يشتغلوا في مشاكل. الراجل ده لو حس ان في مشاكل هتحصل الراجل اول واحد هياخد يخرج. هو ممكن تحصل لو اول ماتش تاني يبقى في مشكله في ظل المشكله دي او مشكله الماديات لو كانت موجوده لسه على الـ بص على الـ على الارض يعني هتبقى مشكله بالنسبه له. مع كل الفرق الوقت في الفتره اللي احنا فيها بتظبط امورها ان انت تخش الدوري او تخش بدايه الموسم عندك استقرار وعندك كل حاجه كويسه وكل الفرق بتدعم. حتى باشمهندس فرج عامل ده قال لك انا جايب 11 لعيبه وجايب على لعيبه عالميه. المصري ما شاء الله بيدعم بشكل كبير جدا. الاسماعيلي فيوتشر فاركو يمكن البنك الاهلي عامل صفقات كبيره جدا وعامل حاجه كويسه جدا. فكل الانديه بتدعم لكن انت ما بنحسش بمشاكل. نادي الزمالك عشان نادي كبير نادي في الساحه لكن انت بتخش في المشاكل فدي بتعمل لك قلق بتعمل لك قلق عند الجماهير بتبقى في عدم ثقه. فانت بتخش الموسم وانت عندك ازمه ماليه كبيره فهل النهارده اللعيبه هتستحمل الازمه دي ولا مش هتستحمل؟ فدي النقطه اللي انا بتكلم فيها. يعني تتوقع موسم جاي لنادي الزمالك كابتن ولا هيبقى بدايه غير موفقه؟ لا ما هي باينه يعني كده ما تقرا العناوين عمليه الفصل ما تبقاش موجوده؟ لا ما خلاص ما فيش فصل بقى ما دام ما فيش فلوس لا ما فيش فلوس مش هدي ما انا بقول لك خلي بالك انا بشتغل ليه؟ هتديني اجي لك مش هتديني اقول لك سلام عليكم. ما هي دي الكوره. وبعدين على فكره هتستحملني لحد امتى؟ هتستحملني شهر شهرين طب وبعدين؟ وبعدين على فكره الديون بتتراكم وبعدين انت ما عندكش يعني انت ما عندكش كره القدم بس اصل نادي الزمالك مش الا للالعاب الرياضيه عندك في سله وعندك في طايره وعندك في قدم وعندك العاب اخرى فانت محتاج النهارده اللعيب النهارده لو ما خدش مش هيجي لك. تمام. طيب انا بس كنت حابب ابتدي معاك كابتن في النقطه دي لان في الحقيقه نادي الزمالك يعني كان مقدم موسم رائع وفوزه بالدوري يعني كان مستحق نتيجه عنده فريق قوي والامور بالنسبه له ان هو لم شمله في الفتره الاخيره بالذات وبالتالي طبعا البدايه بالنسبه له الموسم الجاي كحامل لقب عنده طموح كبيره والكلام من خلال المسؤولين من خلال اللاعبين ان هم عايزين يقرروا نفس الوضع او يحصلوا على البطوله مره اخرى وبالتالي كان مهم جدا ان احنا نتكلم. تصريحات كابتن حسين لبيب كانت مهمه انك بيوضح الامور داخل النادي الزمالك وفي نفس الوقت ممكن تكون مخيفه لبعض اللاعبين والصفقات اللي ممكن في يوم من الايام تجيبها وفي نفس الوقت ممكن تاثر زي ما قال كابتن ابو الدهب على بعض اللاعبين داخل النادي والمدير الفني شخصيا وبالتالي يعني الامور ممكن يحصل فيها لعبكه شويه. فلو في الاخر نادي الزمالك نادي كبير وبيستمر في المضي في المنافسه على بطوله الدوري وكحامل اللقب الامور بالنسبه له اكيد يهمه الحصول عليها. قال انا اسف يا فروع المقاطعه قال لك حاجه غريبه جدا قال لك ان في ناس بتسخن الاعضاء ما يدفعوش العضويه. ده التصريحات من تصريحات يعني تصريح خطير على فكره يعني ده بقول لك ناس من داخل النادي الزمالك بتحرض الناس ان ما تدفعش العضويه دي مشكله كبيره كمان يعني. فدي بتدي عدم ثقه او بتدي نوع من عدم التفاؤل في الموسم ان انت النهارده لما انا بالعكس ده انا ادفع العضويه والوقت حان الوقت ان كل رموز نادي الزمالك يقفوا جنب النادي اللي هم بيتكلموا عن النادي وبيحبوا النادي وبيقولوا ان النادي كان مضطهد ومظلوم ومن الحكام والكلام ده. جه الاوان بقى ان الزمالك محتاجكم ان انتوا تلموا بعض الرموز الكبيره والنجوم الكبيره تقفوا تساند نادي الزمالك الفتره الجايه. طيب.